وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني. الله، ده ايه الاستباحة الحلوة دي يا صبري؟ هو ابوك رضي عننا وفتح الشباك ولا ايه؟ لا، انا اللي فتحته من وراه. اسكت بقى ما تفضحناش. طب بذمتك ينفع كده؟ يبقى مكتوب كتابنا وبنشوف بعض سرقة واحنا متلبشين كده؟ معلش يا رضا، الصبر الصبر يا رضا. ظهر ان صابرين ده مش اسمك لوحدك يا حبيبتي، ده طلع اسمنا احنا الاثنين. بقولك ايه، ناوليني بالطين من عندك. عينيا. لا، وانا هاخدهم كده برضو، يا ريت تضربيهم بقى في السريع كده. عينيا. امي الله يرحمها جات لي امبارح في الحلم، قال ايه يا حبيبي بتوصيني عليك، ما تعرفش ان انا حاطاك جوه حبيبي عينيا وقافله عليك. صحيت بقى من النوم متجننه عليك، كان نفسي اشوفك يا قلبي. شويه ملح وفلفل عليهم الله يخليكي. حاضر يا حبيبي عينيا. بقول لك ايه يا رضا، اوعى والنبي تنسى موضوع القسط، النهارده لازم يدفع، ابويا بيتلكك لك وانت عارف. عارف والله العظيم ثلاثه عارف. بقول لك ايه، ما تشوفي لي حته زبده عندك عسل. اه عندي، ثانيه واحده. سلام يا سلام. نفسي نتلم بقى ببيت واحد يا رضا. يا رب. انت عملت ايه في موضوع الشقه؟ اول امبارح كنت بدي حقنه لابن خالة وزير الداخليه، وعدني ان هياخد لي ميعاد مع سكرتير المحافظ. بقول لك ايه، ما عندكيش حته بسطرمه في التلاجة؟ اه عندي، ثانيه واحده. على فكره انا ما بحبش البسطرمه، بس اسمع ان البيض بيحب البسطرمه قوي، وانا مش عايز افرقهم عن بعض. كفايه انا وانت يا حبيبتي. مطرح ما يسري نمري يا نور عين قلب مراتك حبيبتك. سلاميلي يا غالية، منك لله يا جابر، منك لله يا اللي حرمنا من بعض. ايه ده ايه ده؟ انت واقف عندك هنا بتعمل ايه يا بنت؟ ما بعملش حاجة. انا مش قايل ان الشباك ده ما يتفتحش. في ايه يا اسطى جابر؟ مالك قايم مزعبب علينا ليه كده على الصبح؟ انت تسكت خالص، انت مالكش كلام معايا. قايل ما يتفتحش ولا مش قايل؟ يا ما انا فتحت بس الشباك عشان اهول المطبخ، كنت هقلي شوية بيض بالبسطرمة. تقلي؟ تقلي ولا عشان تقرطصيني يا بنت؟ لا 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 لا، عيب يا اسطى جابر، ما تقولش كده. تقرطصك ايه؟ دي مراتي. مراتك؟ ده عند امك يا روح امك. النهارده القفله وعليا الطلاق، ما هي بايت على زفينك. ليه كده يابا؟ حرام عليك، انت عايز مننا ايه بقى؟ حرام عليك قدامي قدامي يا بنت الكلب. يابا ونبي يابا، كفايه قاعد حد لعبه. تعالي يا بنت الكلب تعالي، انا مش قايل الشباك ده ما يتفتحش. بنت مقصود الرقبة دي ظبطتها، بتكلم الواد رضا من شباك المطبخ. يابا ظبطتني ايه بس يابا؟ عيب اللي انت بتقوله ده. هو انت ظبطني مع حد غريب يابا؟ ده انت ظبطني مع جوزي. جوزك بقى مرتي ايه؟ ده لا دفع مهر ولا جاب شبك. وحتى الشقة اللي كان مقدم عليها راحت منه. يبقى ناقص حتة الورقة تتقطع 60 حتة. يابا حرام عليك يابا، امال القسط اللي بيديهولك في ايدك كل اول شهر بتاع العفش ده تسميه ايه؟ سلامات يا سيست، ده بقاله 3 اشهر ما شفتش منه صنف المعاملة. يابا ما انا بتحايل عليك من زمان يابا، اتجوزنا معاك هنا في الشقة وانت اللي راكب دماغك ومش راضي. تتجوزي فين يا اختي؟ قال جوزتها تتاخر، راحت وجابتهولي راخر. اسمعي يا حبيبتي، انا شرط على ابوكي قبل ما يكتب عليا انه عدي في شقة لوحدي، وهو اللي ترجاني استحملك لحد ما تتجوزي وتعيش شقتك زي اخواتك، ولحد دلوقتي وانتي قاعدة هنا. اسمع يا جابر، موضوع البيت دي لو ما خلصش دلوقتي انت تطلقني. انا ابو رضا على اليوم اللي اتدبسنا فيه، انا اروح له دلوقتي واخلص من امه. ماشي، وديني لو اوريك منك لله ابوز الفقر. يا رضا افتح على يا رضا. يابا والنبي تعالى هنا وكلمني. يابا والنبي ما تحرم عليا يابا. الكذب انت وخش جوه. افتح الباب يا رضا. الصبح يا جابر. انا جبت اخري من الموال بتاع ابنك ده حليمه، خليه خلصنا ويرمي اليمين على البيت. يرمي اليمين على مين يا راجل يا ناقص؟ انتوا ايه فاكرين هتخشوا علينا تهتونا؟ خلاص ياما، ما يصحش كده. بشويش بس واد، حقك عليا انا يا خالتي، احنا غلطانين لك. طب ورحمه الغلب والدكتور، انا لولا عامله خاطر للبيت الغلبانه دي انا كنت كنستكم من البيت من زمان. لا، ومن الشارع كله. تكنسي مين يا حليمه؟
ما تبطلي يا وليه الانعار اللي فيكي دي لحد ما المحروس ابنك يدفع اللي عليه. عالجزمه فلوسكم هتاخدوها على الجزمه. اهدي شويه ياما اهدي شويه، انت سكرك عالي. وهي الاشكال دي ينفع معاها دواء؟ دي ناس واطشه وشبعه بعد جوع، لازم يتسكوا على دماغهم عشان يفوقوا الروح. انت عايزه تتربي بقى من كل سبع بس بس يا جماليت. حليمه جابت النوفين، يجيبوا الفلوس يا دار ما دخلك شر. يا سلام بكره يكون ما فيش بكره، اخركم النهارده. لو ما جاش القسط نفضها سيره ونجيب المأذون. يلا يا بنت انتوا ايه؟ يلا خش جوه خش سيبها لي خش جوه سيبها لي. ايه استهدى بالله يا رضا، ماذا قلتي حبيبي لما فرقت؟ يعني كان لازم تعرضيها قوي كده يا اما؟ وعالجزمه عالجزمه. وهو حصل ايه يعني؟ مش هما اللي فوروا دمي؟ قلت ايه؟ هنتطلهم من اولها؟ لا تتطلهم ازاي؟ تتمنظري عليهم والبس انا. ام يا رضا هات الصابونه. هتغسلي وشك وانت قاعده ولا ايه؟ هقلق لك الغوشين روح بيعهم وارمي له فلوسه على الجزمه. تاني الجزمه ياما تاني الجزمه؟ انا مش فاهم في ايه بينك وبين الجزمه. خلي غوايشك في ايدك يا حليمه، انا هتصرف. صباح الخير يا حاجه. صباح الخير يا بيه. ايه الدوشه اللي كانت بره دي؟ في حاجه؟ مالكش دعوه خليك في حالك، يلا روح افطر خليك تلحق كليتك. ماشي. بقول لك يا دوك، انا كنت عاوز يعني 300 جنيه عشان اجيب سماعه طبيه. 300 جنيه مره واحده يا فهمي؟ يا دوك ما انت كنت في كليه الطب وعارف. الله السماعه السنين بتاعتي باظت، وانا والله العظيم عندي عمل الفتره الجايه وهحتاجها جامد. بص يا فهمي. رضا فهمي امانه في رقبتك يا رضا. حاضر انا عناية ليك يا فهمي. ربنا يبارك لك يا رب. تعال الهي وقفلك في كل خطوه مريض. تعال خلاص حبيبي يا غايب. امسك ادي ال 300 يا ايه. والله انت حبيبي. عايز حاجة؟ شد حيلك يلا. ها ركز. مع السلامة يا وزع. مع السلامة يا اخويا. صباح الخير يا ابو الرود. ايه يا ابو الرود دي؟ انت كمان اسمي ابي رضا. ماشي يا بيه اب بقى. اب؟ هو اب بالمصروف، انت بقالك تلات ايام متعنش. بص يا فريد. رضا فريد امانة في رقبتك يا رضا. حاضر. من عينيا من عينيا يا حبيبي يا عسل انت. اتفضل. كام دول؟ 10 جنيه معاك ايه؟ 10 جنيه انت مش دايران بالدنيا، انت مش عارف الدولار بقى بكام. وانت مالك يا دي انت ومال الدولار؟ اذا كان الراجل اللي قدام المدرسه بتاع العسليه غلى العسليه وقال الدولار زاد. تصدق بتاع العسليه عنده حق؟ خد يا بسي 5 جنيه دي عشان بتاع العسليه، ممكن تسيبوني اقوم افطر بقى؟ قوم يا حبيبي بالانا والشفا. السلام عليكم. سلام يا فريد، خلي بالك وانت بتركب. ها ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم.